اوكي سميتها قطيعة حط واضح ان انت شنو هي بالضبط، خاصة قبل اسبوع وقل شوية من عودة البطولة. صحيح بيتر هو التايمينغ نتاع توا ما كانش بيتر في وقته، مي صاريف اي بشر، اي انسان باش يكون عنده ظروف استعجاليه صاريف لاي بشر، الحكايه هذه ظروف خاصه. كان عندي اتصال مع الرئيس الشرفي الدكتور وجيه جاريه، اتصلت به قبل التربص الاخير هذا نتاع تحضير المقابلة نادي البنزرتي، حكيت له في التفاصيل، تفهم الوضعيه الخاصه نتاعي. اكيد الجمعيه ما تنجمش تكون في فراغ فني، بون فراغ فني نتاع انفيرمي اونترينير، خاطر كان معايا اطار فني محترم. اما اليوم مقابله دون 5 6 جور اخرين، معناها اكيد الجمعيه ما تنجمش تستناني في خاطر الظروف اللي عندي. ما انا بصراحه تفهم الرئيس الشرفي الدكتور وجيه الوضعيه اللي كانت عندي وتفهم الوضعيه، وكنا حبينا باش نعملوا قطيعه بالتراضي في صالحي انا اللي ما نجمش خاطر الظروف اللي عندي توا باش نتاثر في العمل نتاعي داخل الملعب، ومصلحه النادي ومصلحتي انا يكون انا نبقى ديما ولد النادي ولد اتحاد بن قردان، اكيد في مصلحه الطرفين باش يصير هذا السيباراسيون لاميابا الذي ما بين زوز اطراف. بالمناسبه ان شاء الله ربي يوفق المدرب الجديد سي رمزي جرمود، وان شاء الله ربي يوفق اتحاد بن قردان ان شاء الله، في خاطر نعرفوا فريق في ملي التابلو عنده اوبجيكتيف باش يحصل الترتيب يطمح المشاركه الافريقيه ولا مشاركه عربيه الموسم القادم. صحيح عملنا تحضيرات صراحه كانوا في اجواء جيده، الاجواء طيبه مع الناس الكل، ما عنديش حتى مشكله صراحه خاصه مع حتى انسان كيك سوا لاعبين وبيان الاطار الفني كان معايا والهيئه المديره، علاقتي طيبه من الناس الكل، تفهموا الوضعيه اللي انا فيها، عاونتني الناس الكل، ان شاء الله اللي فيه الخير ما تحبش حد من قردان. هذاك هو ظروف خاصه نجموا نعرفوا شنو هي كوتش، ولا عندك اوفر واحد اخر ولا شنو بالضبط؟ لا والله ما عنديش حتى اوفر، مي ظروف خاصه تستوجب وقت من الراحه، ما نجمش نخاف يصير كونفلي ما بين واحد مشاكل خاصه بون نقول انا وما بين العمل. حبيت نعمل السيباراسيون هذه، طلبت من الرئيس باش نحكي معاه، فهم الوضعيه نتاعي، فهم اللي الوضعيه نتاعي ان بي ديليكا شوي، اعطاني وقت من الراحه، قال لي زيد خمم شوي، خممت من بعد لقينا في صالح الناس الكل باش يصير السيباراسيون هذه، هذاك هو في صالح الطرفين، ما فماش حاجه اخرى. ما فماش شوف المخيل ولا حاجه هكا؟ لا مازال فماش، كان سهل ربي يسهل فماك الخير ان شاء الله. باهي كوتش، شنو رايك في تعيين رمزي جرمود في بلاستيك؟ اكيد ما من نجم يكون كان احسن اختيار. رمزي بن نادي ود الفريق، يعرف كل كبيره وصغيره، سيرتو التايمينغ كما حكيت لك تو، خاطر مدرب جديد ما يعرفش الفريق، ما يعرفش الكواليس نتاع الفريق، باش يلقى شويه ديفيكيل، سيرتو اربع خمس ايام اخرين باش يكون فما مقابله. رمزي ابن النادي يعرف الكواليس الكل نتاع الفريق، كان عندي ليه، كان عندنا اجتمعنا البارح بالهاتف، كان عندنا اتصال حكينا في التفاصيل نتاع الفريق، ان شاء الله ربي يوفق ونصور احسن اختيار اللي يكون رمزي جرمود هو المدرب تو في المرحله هذه، وان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله. صارت باساسيون بيناتكم انا، خاطر كان معنا هو البارح ظهر لي قال مازلنا ما حكيتوش. سي بون. حكينا في البارح، حكينا البارح مخ شوي بالتليفون، وصارت باساسيون وصار حتى بيتيتر حتى المقابله هذه مقابله بزرتي باش نطلع نتفرج على المقابله مع الاولاد غادي، بالعكس معنا باساسيون على ميابل، معنا بالعكس علاقه طيبه بيناتي انا والناس الكل مع سي رمزي، حكيت مع البارح وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل. دونك شنو البريباراسيون نتاعكم كيفاش كانت، خاصه انت اشرفت تقريبا على 90% و 95% منها كوتش؟ صحيح بريباراسيون عملنا ثلاثة تربصات، عملنا فيهم خمسة مقابلات ودية، خمسة مقابلات ودية بون انتصرنا في ثلاثة مقابلات، عملنا ونهزمنا في مقابلة وتعادلنا في مقابلة، مش هذا الامبورتون، الامبورتون هو كان في بون ابليكاسيون مع الأولاد، النسق بتاع البريباراسيون كان في نسق تصاعدي، عملنا مقابلات ودية محترمة، كانت بون ابليكاسيون مع الأولاد الكل، مي كيما حكيت لك الغالب صريف أن أي بشر في الآخر بكل باش تواتيها ظروف، وإن الظروف صراحة ظروف طارئة بالرسمي. وين ما تنجمش معناها تواصل على الاقل في الفتره هذه، تطلب ظروف تطلب راحه، الناس ما تنجمش تستناني برشا اكيد، دونك خيرنا في مصلحه الناس الكل ان سير السيباراسيون هذه. قادر يحقق اهدافه الاتحاد السنة؟ اكيد، ولا بصراحه مجموعه طيبه عند اتحاد بن قردان، معناها بصراحه سيرتو من ناحيه الكاليتي فريق محترم، كونتيتي صحيح الافكتيف فان بيريدوي سيرتو في الفتره الاخيره عندنا شوي مشاكل، سيرتو اللاعبين الاجانب سيرتو اللاعب الاجنبي اللي يلعب اللاعبين الزوز هم اللي يلعبوا في وسط محور الدفاع سفيان خليلي ومصطفى البرماوي، توما مازال ما التحقوش بالفريق،
لكن المجموعه بصراحه طيبه، ان شاء الله الفريق يحقق الاوبجيكتيف اللي رسم له هو، يحاولوا ان يلعبوا مشاركه افريقيه ولا مشاركه عربيه الموسم القادم. ينجم يقلق شويه هذا نتاع اللاعبيه الزوز، خاصه نعرفوا معناتها اللاعبيه الزوز في محور الدفاع الزوز يلعبوا، ينجم يقلق حاجه هذه قبل ماتش الاول في الشامبيون. لا المقابله الاولى ما تقلقش، خاطر فما زوز لاعبين يلعبوا في المحور، مبروك الجنب اللي شوقي بخضر، شوقي 18 عام لاعب صغير على المنتخب الاواسط، انديو مع بعضهم بصراحه باهين مع بعضهم، مي يقلق بيتاتر من بعد بالماتش باش يقلق، خاطر كيما حكيت لك الافكتيف ريدوي شوي، بيتاتر يقلق الفريق من بعد، مي على الاول نصور الفريق باش بقدره ربي باش يكون في السكه الصحيحه ان شاء الله، مع رمز جرمود ومع الناس الكل ان شاء الله. شنو اهم مسار في الحكايه في الباساسيون بيناتكم كوتش؟ شنو اهم حكيتوا الحاجات اللي ركزت عليهم انت بالضبط؟ اكيد الباساسيون اكيد هي الامور الفنيه، هي ولا هو البيلون انديفيديال وبيلون كولكتيف نتاع الفريق. رمزي يعرف الفريق الكل، ومن قبل كان فما اتصال بيناتي ورمزي، معناها خاطر صداقه بيناتي ورمزي، نحكي مع بعضنا فرانسيسمون اجور وبيان، ديما فما اتصال ما بيناتنا، يعرف لي ديتاي نتاع الفريق كل اليوم، ان شاء الله ربي يوفقه في ان شاء الله ربي يوفقه مع الفريق ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك كوتش، يعطيك الصحه سني ذات. ميرسي، ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل ان شاء الله. سنين دائما ان شاء الله بالتوفيق ليك في بقية مسيرتك التدريبية. نضال الخيارية كوتش السابق الاتحاد بن قردان بعد القطيعة تقريبا طلب، كما كان يوضح طلب هو الاعفاء من مهام بسبب ظروف يمكن وصفها بالشخصية. على كل موزيكا بعد الاخبار بعد مواصلين في فير بلاي حتى